ما بنتكلم كنا قبل ما نبدأ في مشاركتك معانا على الهاتف في مستوى المنافسة بالنسبة لرفع الأثقال في مصر على المستوى العربي والأفريقي والدولي، والأمر بيختلف من وزن لآخر. في وزن بطلنا محمد إيهاب، مين أقوى المنافسين اللي بتبقى دايما عارف إن هم اللي هيواجهوك في التصفيات النهائية أو على المنافسة على اللقب نفسه؟ من أي دولة أقرب المنافسين لمحمد إيهاب؟ والله هو دلوقتي بعد تغيير الموازين القديمه وفي موازين جديده، لسه اول بطوله العالم اللي جايه ان شاء الله في الموازين الجديده، وهنشوف بقى المنافسين اللي قدامنا ومستوياتهم. ولكن الطبيعي اللي هم الصين وكازاخستان، امريكا، روسيا، بيلاروسيا، ارمينيا، الدول معروفه يعني وعندهم لعبه او اتنين بيبقوا معروفين بالاسم يعني. طيب هل احنا بنتقدم دلوقتي؟ كابتن محمود بيقول ان احنا قوتنا في رفع الاثقال بتزيد في الفتره دي، الحمد لله رب العالمين، بفضل النتائج اللي بتحققها وزملائك وزميلاتك. اعتقد ان هيبقى لنا شان اكبر كمان مستقبلا في رفع الاثقال يا كابتن محمد، رايك ايه؟ الحمد لله يعني الفتره دي من ازهى فترات رفع الاثقال، بقى لنا تصنيف عالمي وبقى لنا وجود في كل المحافل الدوليه بميداليات، بقى لنا وجود على منصات عالميه ومنصات اولمبيه في كل دوره بنكون فيها. والحمد لله دلوقتي يعني الدعم وثقه الوزاره واللجنه الاولمبيه والمؤسسات العسكريه كلهم ثقتهم في رفع الاثقال ان هي يبقى ليها رصيد الفتره الجايه وتشرف مصر في بطولات العالم والدورات الاولمبيه، ودعم الاتحاد طبعا على طول السنه على الدوام، واي حد موهوب واي حد عايز ينجز وينجح طبعا بيبقى الدعم كله ليه. طيب كابتن محمد، طموحك ايه كلاعب؟ اصبحت بطل العالم، ازاي ما يتاثرش طموحك او ما يتوقفش في المرحله دي عشان تقدر تحافظ على مستوى المنافسه وقدرتك على تحقيق انجازات في الفتره الجايه؟ والله بالنسبه لي انا القمه الحقيقيه هي الدوره الاولمبيه، والحمد لله وصلت البرونزيه الاولمبيه في ريو دي جانيرو 2016، وبسعى ان شاء الله نجيب الذهب في 2020، وربنا معانا ان شاء الله وبنسعى على قد ما بنقدر. معانا جهاز فني على اعلى مستوى، كابتن محمد موسى الديب وكابتن محمد حسني وكابتن محمد ايسر نجار، شغالين ليل ونهار بيخططوا عشان نقدر نوصل لاعلى مستوى ونحطم الرقم العالمي الاولمبي ان شاء الله. يعني هدفكم الاتحاد وهدفك الشخصي كبطل مصري تحقيق ذهبيه اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. ان شاء الله بارقام الاولمبيه الجديده باذن الله. باذن الله. طيب هل التنسيق والتواصل بينكم بين مجموعه الابطال واللاعبين المصريين وبين المسؤولين في الاتحاد ماشي بشكل كويس؟ هل الكابتن محمود واعضاء مجلس الاداره بيسمعوا شكواكم من اي امر؟ بياخدوا ارائكم؟ بتتبادلوا الحديث طول الوقت عشان توصلوا لحلول لاي مشكله بتواجهكم في برامج الاعداد؟ اكيد طبعا في تناسق طبعا. لو ما كانش في تناسق ما كانش يبقى في نتائج على كل مرحله عمريه. يعني عندنا 17 سنه بابطال افريقيا وابطال عرب وابطال عالم، عندنا في 20 سنه نفس الكلام، والكبار نفس الكلام، ابطال اولمبيين كبار جدا موجودين مخضرمين ان هم يسندوا الفتره الجايه في البطولات التاهيل ولحد الدوره الاولمبيه. وان شاء الله يعني مصر ولاده على طول، والاتحاد فاهم متطلبات اللعبه، كل اللي موجودين المسؤولين دلوقتي هم ابطال وعارفين كل المطبات وكل التحديات اللي هي بتظهر في الطريق. ايه الحاجه لو هنختتم الحوار بانك بتوجه رساله للمسؤولين في الدوله، مع تاكيدك طبعا على ان الاتحاد بيقدم كل المطلوب، لكن لسه في مشكله بتقابلك وبتقابل زملائك وزميلاتك وبتتناقشوا في انها لو اتحلت هتفرق معاكوا جدا في الاداء والنتائج، هل في حاجه محدده حابب توجهها كرساله لكل المسؤولين عن الرياضه في مصر، ولا شايف ان الامور بشكل عام ما فيهاش مشكله رئيسيه وماشيه بشكل كويس؟ لا، هو في جزء بس خاص بالمكافئات، بيبقى في خصم على المكافئات. يعني لو اثنين لعيبه خدوا ميداليتين ياخد حقهم، لو واحد خد ميداليتين ممكن ياخد ميداليه وربع، ميداليه ونص، يعني لو ثلاث ميداليات ياخد ميداليتين او ميداليه. نظام المكافئات ما بيديش المكافئات كامله للعيبه. لان ليها حد اقصى، بيبقى بحد اقصى كذا، ما ده هنناقشه، بيبتسم الكابتن محمود، هنناقشه في التفاصيل دي علشان طبعا نحافظ على حقوق اللاعبين. يعني بتتمنوا اللاعب بطلنا اللي بيحقق نتائج عالميه يحصل على مكافئاته كامله، ما يبقاش في بند اسمه بحد اقصى. وفي مكافئات بقى لها 10 سنين لسه ما اتغيرتش، فبرضه مع تغيير الزمن وتغيير المتطلبات والتحديات اللي موجوده، فالمكافئات مش هي المجزيه على قد المجهود، وان السنه كامله افضل محافظ على مستوايا ومحافظ على نفسي وشايف المنافسين وحاول ان انا اوصل لهم. الليمت المجازفات دي بقى اقل شويه لما بلاقيش تقدير في الحته دي. لانها بتفرق معاكم نفسيا يعني كمان.
طبعا انا لما هتعب واجيب 3 ميداليات تديني حقي في 3 ساعتها هموت نفسي على كل ميداليه. اكيد. لكن لما اجيب 3 وتديني ميداليه خلاص هي كفايه ميداليه ووفر للي جاي عشان اقدر اكمل الست بطولات التاهيله واقدر ان انا اوصل للدور الاولمبي. بشكرك جدا بطلنا العالمي الكابتن محمد ايهاب، شكرا جزيلا لك، بالتوفيق ان شاء الله مع زملائك ابطالنا في كل البطولات اللي هتشاركوا فيها وفي مقدمتها دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 ان شاء الله. هرجع بالحوار او ابدا مع الكابتن محمود مره ثانيه من حيث انتهى محمد ايهاب من كلامه، ليه الحد الاقصى موجود؟ ليه لو لاعب بيحقق 3 ميداليات مثلا قيمة